تصعيد جديد بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 8 آخرين في قصف للطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على شمالي قطاع غزة. الطائرات الإسرائيلية نفذت أكثر من غارة على أراض زراعية في بلدة بيت حنون، فيما استهدفت إحداها شارع البنات في بيت حنوت وأوقعت عدة إصابات. من جهتها المقاومة الفلسطينية بدأت صباح اليوم الرد على جرائم الاحتلال بإطلاق عشرات الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، في حين دوت صافرات الإنذار بمدينة عسقلان وعدد من المناطق المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، كما أغلقت سلطات الاحتلال عددا من المناطق المتاخمة للحدود وشاطئ زكيمة، وطلبت الإسرائيليين بأخذ أقصى إجراءات الحيطة والحذر. قطاع غزة يشهد حالة استنفار إثر استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 51 آخرين مساء الجمعة جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي موقعا لحركة حماس واعتداء قوته على المتظاهرين المشاركين في فعاليات مسيرات العودة على الحدود مع القطاع.